يعطيكم العافية. إن شاء الله اليوم بدنا نشرح التشابتر الثاني من مادة التشريح، علم التشريح، اللي هي التشابتر الثاني راح يكون الانتيجومنتري سيستم، اللي هو النظام الغلافي. تشابتر خفيف ولطيف وبسيط، معلوماته بسيطة. النظام الغلافي راح نختصره بشكل عام، اللي هو بالجلد. راح ندرس بعض التركيبات الموجودة بغلاف جسم الإنسان، مثل الشعر والأظافر ممكن، بس بشكل راح نتعمق أكثر شيء بالجلد. فراح ندرس فيه إن شاء الله بعض النقاط التالية، اللي هي الاستراكشر، اللي هو الإبيديرمس والديرمس. الإبيديرمس اللي هو الأدمة أو البشرة عفوا، والديرمس هي الأدمة. نعرف احنا انه جلد الانسان بتكون من طبقتين اساسيتين، اللي هي البشره والادمه. ابيديرمس اللي هي البشره الخارجيه اللي نحن بنشوفها ونتحسسها، والديرمس اللي هي الادمه. راح ندرس النقطه الثانيه، سكين كلر، اللي هو لون الجلد. طبعا لون جلد الانسان مختلف من شخص لاخر، بنشوف شو اسباب اللي بتؤدي الى اختلاف الوان الجلد عندنا. راح ندرس الابندجز اوف ذس اوف ذا سكين، اللي هي الزوائد. الابندجز معناها الزوائد اللي موجودة في الجلد، السويت جلاندز، الاويل جلاندز، الهير اند هير فوليكلز، والنيلز اللي هن راح ندرس الغدد الموجودة بالجلد، الشعر وبصيلات الشعر، والنيلز اللي هي طبعا الاظافر. راح ندرس النقطة الرابعة، الفانكشنز، شو وظيفة الجلد. نعرف احنا انه الجلد بروتكشن، حماية لجسم الانسان. تمبريتشر بينظم، ريجوليشن، تمبريتشر ريجوليشن اللي هو بينظم حرارة جسم الإنسان، هو حاجز ما بين البيئة الخارجية والبيئة الداخلية، فأكيد راح يكون عمله منظم. والسنسيشن اللي هو الإحساسات، له دور كبير بالإحساسات الجلد. وراح ندرس نقطة الهيموستاتيك امبالانس، اللي هو حالة الخلل بالتوازن بالنسبة للجلد، اللي هي الكانسر والبيرنز، الحروق والسرطانات. كانسر سرطان، بيرنز حروق. واخر شيء راح ندرس ديفلوبمنتال اسبيكتس، اللي هي جوانب تطور، يعني كيف تكون عندنا جلد من بدايات تشكل الجنين، من وين اجى الجلد، يعني من اي طبقه اجى. راح نحكي بشكل عام جنرال اناتومي عن الجلد. في عنا صوره بتورجينا كيف بيكون شكل الإنسان بدون الجلد. إذا سلخنا الإنسان هيك راح يكون شكله. فبنحكي عن الجلد إنه هو لارج أورجان، نعتبره اعتبارا هيك إنه راح نعتبره إنه هو عضو، وعضو كبير جدا، يعني لارج أورجان. composed of all four tissue type. احنا حكينا بالسلايد بالشرح الماضي، بالشابتر الماضي، إنه في عندنا أربع أنواع من الأنسجة، اللي هن الابيثيليال تيشو، والكونكتيف تيشو، والمصل تيشو، والنيرفاس تيشو. فالجلد بيحتوي على الاربع انواع سويا. هاي النقطة بنركز عليها. هلا نحن بكل تشابترز رح ندرسه، فرح نهتم بالشغلات الاساسية، رح نهتم بالشغلات الاساسية اللي هي انواع الخلايا اللي موجودة بالسيستم نفسه. رح نهتم بالانواع او التيشو الموجوده بهذا السيستم. فهي النقاط لازم نركز عليها ان شاء الله، كل ما نمر على نقطه مهمه بنبهكم عليها. النقطه الثانيه، بنحكي cover an area about 1.2 ل 2.2 سكوير مترز، انه هو بيغطي مساحه من ما بين 1.2 ل 2.2 متر مربع، بيغطي مساحه كويسه. والثيك تبعه، انه الثخن تبعه بيكون من 1.5 الى 4 مليمتر، هذا ثخن الجلد. والويت، الوزن، وزن الجلد لحاله طبعا راح يكون ما بين 4 الى 5 كيلوغرام وازن. ما شاء الله. هاي صورة مقطع في الجلد بيبين لنا التركيبة الأساسية أو الطبقات الأساسية الموجودة بالجلد، اللي هي الطبقة الخارجية اللي بنسميها ابيديرمس، والطبقة الداخلية بنسميها الديرمس، واخر اشي في عنا طبقة تيجي داخلية هاي جوا بتكون، اللي هي هايبوديرمس. غالبا الهايبوديرمس نحن ما راح ندرسها بالتشابتر، بس هي بتكون عبارة عن طبقة
شايفين هذا اللي باللون الأصفر؟ هذا دهن فات. فالهايبوديرمس بتكون غالبيتها فات دهون. نحكي عن الجلد بشكل عام انه هو من ناحيته، من ناحية توصيفه، او نحكي، خلينا نحكي عن الشكل الخارجي للإبيديرمس اللي هي البشرة. كيراتينيزايد ستراتيفايد سكواماس إبيثيليام، كيراتينيزايد متقرن، ستراتيفايد طبقي، سكواماس حرشفي، إبيثيليام ظاهري. فهذا وصف للإبيديرمس. نحن عم نحكي overway of epidermis، يعني البشرة بشكل عام نحكي عنها انه هي متقرنة، نعرف انه الجلد طبقة متقرنة. stratified عبارة عن طبقات، طبقي. سكواماس حرشفي، بنلاحظ انه الجلد شكله مثل حراشف ولكنها يعني صغيرة كثير جدا جدا. epithelium ظاهري اكيد. contain no blood vessel، طبعا البشرة لا تحتوي على البلود فيزل، هاي نقطة بنركز عليها انه ما في عندنا اوعية دموية بالبشرة. four types of cell، فيها اربع انواع من الخلايا. four to five distinct strata، بين قوسين اللي هي layers of cell، في عندنا اربعة الى خمس طبقات متفاوتة حسب المكان او حسب الشخص، بتكون ما بين اربعة الى خمس طبقات. ستراتا يعني طبقات. هاي تقريبا الديرمس كشكلها اللي بندرسه، وبندرس الطبقات الاربعة تبعها او خمسة. هاي كمان صورة حقيقية للجلد بتبين لنا الطبقات البشرة كيف بتكون. هاي هي فوق لهون تقريبا، من هون وهيك. هذا بيكون شو اللي هي الديرمس اللي بندرسها كمان شوي، اللي هي الأدمة. بالبداية خلينا نحكي عن أنواع الخلايا اللي موجودة بالبشرة. في عندنا أربع خلايا نحن حكينا، وبالنسبة للطبقات حكينا من أربعة إلى خمسة. بالنسبة للخلايا في عندنا أول شيء كيراتينوسايت، وهي بتشكل 90% من البشرة. أول شيء هاي شكل الخلية، هيك راح يكون شكلها. هاي اسمها كيراتينوسايت. طبعا من اسمها كيراتينوسايت فهي خلايا تنتج الكيراتين، مادة الكيراتين بالنسبة للجلد للبشرة. النوع الثاني من الخلايا طبعا بشكل 90% من البشرة حكيناها. النوع الثاني من الخلايا اللي هي ميلانوسايت، بتشكل 8% من البشرة، نسبة قليلة. كمان من اسمها ميلانوسايت تنتج الميلانين، صبغة الميلانين، ونحن بنعرف انه هاي الصبغة موجودة بالشعر، موجودة بالجلد، صبغة هامة. ميلانين transferred to other cell with long cell process. هون بيحكي لنا انه الخلايا الميلانوسايت صحية تنتج الميلانين او صبغة الميلانين، ولكن هذا الميلانين ما بيظل بمكانه، ممكن ينتقل من مكان الى اخر، او من خلية الى اخرى، او من يعني راح ينتقل، هو ما راح يظل بمكانه، عن طريق عملية طويلة شوية فما راح نتطرق لها نحن. بس نحن بنعرف بشكل اساسي انه بالبشرة في عندنا خلية اسمها ميلانوسايت تنتج لنا الميلانين، صبغة الميلانين. النوع الثالث من الخلايا طبعا هاي خلية الميلانوسايت، ميلانوسايت شايفين كيف شكلها. في عندنا النوع الثالث من الخلايا اللي هي لانجرهانس، بين قوسين ابيديرمال دينتريتكت، يعني هي شجيرات بالبشرة، شجيرات ضمن البشرة. فرام بون مارو، تيجي من نخاع العظم، هاي الخلايا بتيجي من نخاع العظم. وفاغوسايتس بروفايد اميونيتي، انه هي عبارة عن خلايا بالعة، فاغوسايت هي خلايا بالعة. بروفايد اميونيتي انه هي بتأمن لنا المناعة، يعني الجلد فيه نظام مناعي خاص فيه بسبب وجود خلايا لانجرهانس. هاي الخلايا بتبلع الاشياء الضارة او الجراثيم او البكتيريا. خلينا نحكي اخر شيء عندنا ميركل سيل، ميركل سيل عفوا، اللي هي خلايا ميركل. ميركل مش رئيسة المانيا. فهاي الخلايا بتكون انديبست لاير، في منطقة عميقة من البشرة. طبعا بما انها عميقة فهي راح تكون فورم تاتش ريسبتور وذ سنسوري نيورون، انه هي
هاي الخلايا بتستقبل إحساسات اللمس. فإحساسات اللمس بالبشرة جاي من وين؟ جاي من خلايا ميركل سيل with sensory neuron، فيها أعصاب حسية. هاي الخلايا، هاي هي ميركل سيل، خلية ميركل سيل، وهاي اللي على شكل حرف واي اللي هي السنسوري نيورون. تمام، هاي بتنقل الإحساسات اللمس، بتنقله للعصب الحسي. العصب الحسي بدوره راح يوصله للدماغ أو النخاع الشوكي. نيجي للطبقات اللي موجودة في البشرة، layers of the epidermis. نحن حكينا من 4 إلى 5 طبقات، نحكي أسماءهم بالأول بعدين نرجع لهم واحدة واحدة، وشو بتتكون فيها الخلايا أو شو الخلايا اللي موجودة فيها أو الأصباغ أو الإشي أو المواد أو المكونات بشكل عام أو المستقبلات أو إشي. في البداية stratum corneum. stratum جاية من كلمة strata، طبقة. فنحن بالأناتومي عندنا مصطلحات، فالمصطلح إذا كان ينتهي، إذا عندنا كلمة وكانت تنتهي بـ UM فهي مفرد للكلمة التي تنتهي بـ A. تمام، يعني عندنا مثلا strata المفرد منها، strata يعني طبقات، الستراتوم راح تكون هي الطبقة مفرد. فهي ركزوا عليها كثير، بينتبه لها الدكتور أو بينبه عليها هاي الشغلة، إنه بين المفرد والجمع. فاللي بتنتهي بـ UM غالبا او بشكل عام راح تكون هي المفرد من الكلمة اللي هي بالاساس جمع. فالاول طبقة اللي هي stratum corneum اللي هي الطبقة القرنية، خلينا نحكي. في عندنا stratum lucidium، الطبقة اللي بتيجي تحتها، stratum granulosum، granulosum هاي بتيجي كمان تحتها بالترتيب طبعا. بعدين عندنا stratum spinosum، واخر شيء عندنا ستراتوم باسيلي. هاي هن الطبقات الموجوده، تقريبا 5 طبقات. في عندنا في البدايه نحكي لكم اياهم، نشر لكم اياها على الصوره، اللي هي ستراتوم كورنيوم. هاي هي طبعا هاي الخارجيه اللي نحن بنشوفها وبنلمسها، هاي الطبقه اللي هي ستراتوم كورنيوم متقرنه. متقرنه يعني كيف بدي احكي لكم، انه هي فيها يعني ميتة، يعني خلايا ميتة فيها، فهي متقرنة، بتكون مثل اليابسة أو بتكون متخشبة أو إشي متقرنة. ففيها dead keratinocyte، فيها خلايا الكيراتينوسايت هاي بتكون ميتة بهاي الطبقة، عشان هيك بتكون طبقة قوية أو خشنة أو متقرنة. الطبقة اللي تحتها هاي اسمها stratum lucidium، هاي الطبقة تيجي تحت الكورنيوم، وأيضا فيها dead keratinocyte اللي هي خلايا ميتة، خلايا الكيراتينوسايت الميتة. بعد هيك في عندنا طبعا هاي اللوسيديوم هي اللي ممكن تختفي من شخص لآخر، يعني احتمال في أشخاص عندهم هاي الطبقة وأشخاص ثانيين ما تكون عندهم هاي الطبقة. تمام، عشان هيك احنا بنحكي من 4 إلى 5، فأشخاص ممكن يكون عندهم 4 طبقات البشرة، وشخص يكون عنده 5 طبقات. بعد هيك في عندنا الستراتوم جرانيولوسوم اللي هي تيجي طبقة فيها حبيبات، من اسمها جرانيولوسوم يعني الطبقة الحبيبية. فهاي بنلاقي فيها كيراتينوسايت، خلايا الكيراتين اللي بتنتج كيراتين، وتونو فيلمنت اللي هي تيجي خلايا على شكل خيوط، ولاميليتد اند كيراتو هايلاين جرانيول هي حبيبات الكيراتو هايلاين واللاميليتد على شكل حبيبات. بعد هاي الطبقة طبعا الستراتوم جرانيولوسوم، هاي هي الطبقة اللي باللون الأخضر. بعد هيك بيجي عندنا أكبر طبقة اللي هي ستراتوم سباينوسوم اللي هي هاي باللون الأصفر أو الأورانج الفاتح. هاي الطبقة بنلاقي فيها كيراتينوسايت، بنلاحظ انه الكيراتينوسايت موجود بكافة الطبقات، بالإضافة إلى وجود التونو فيلمنتس اللي هي على شكل خيوط في هاي الطبقة. وفي عنا زيادة هنا لانجرهانس سيل اللي هي خلايا لانجرهانس المناعية اللي لها دور بالمناعة ضمن هاي الطبقة.
آخر شيء وأهم شيء عندنا ستراتوم باسيلي، هاي الطبقة القاعدية بنسميها، فيها كيراتينوسايت زي ما اتفقنا انه هاي الخلايا بتكون موجودة بكل الطبقات، في عنا ميلانوسايت الخلايا اللي بتعطينا الميلانين بتنتج الميلانين، واخر شيء عندنا الماركل ريسبتور اللي احنا قلنا عنها انها بتوجد في طبقة عميقة اللي هي خلايا اللي بتستقبل حس اللمس. هاي صورة للاطلاع لطبقات البشرة، هاي الطبقة الكورنيوم الخارجية، بعدين الجرانيولوسوم، ملاحظون انه اختفت عندنا الطبقة الثانية اللي هي اللوسيديوم، اللوسيديوم مو موجودة ضمن هاي الصورة. بعد هيك عندنا طبقة السباينوسوم، واخر شيء الباسيلي اللي هي القاعدية. هيك بنكون خلصنا من الإبيديرمس اللي هي البشرة. ننتقل للديرمس اللي هي الأدمة. شو موجود ضمن الأدمة؟ هايلي انرفيتد، هايلي انرفيتد يعني المعنى الحرفي إلها متعصبة بشكل كبير، مش إنه هي متعصبة ولكن فيها خلايا عصبية أو نهايات عصبية كثير. النقطة الثانية highly vascularized يعني انه تحتوي على العديد من الأوعية الدموية vascularized. النقطة الثالثة فيها كولاجين وأند إليستيك فايبر، فيها ألياف إلاستيكية وألياف من الكولاجين، وفي عندنا عدد من الخلايا أنواع الخلايا الموجود فيها مثل الفايبروبلاست اللي هي خلايا ليفية، ماكروفاجز خلايا بالعة، وعندنا الماست سيل، هاي الماست سيل هي خلايا محفزة، وعندنا الوايت بلاد سيل طبعا خلايا الدم البيضاء. في عندنا بالديرمس منطقتين أساسيتين اللي هن البابيلاري لاير والريتيكولار لاير. البابيلاري لاير اللي هي حليمية، المنطقة الحليمية بتكون فيها المنطقة على شكل نتوءات أو حليمات خلينا نسميها، وهي بتشكل 20% من الديرمس. أما الريتيكولار لاير اللي هي المنطقة الشبكية أو الطبقة الشبكية تكون كثيفة شكلها أو تركيبتها، بتشكل 80%. شو مكونات كل طبقة؟ البابيلاري فيها أريولار كونكتيف تيشو، طبعا التيشو الموجود فيها هي كونكتيف تيشو، وأريولار بمعنى هالة أو معنى حرفي إلها هالة، ولكن مثل ما هي يحفظوها إنه هي أريولار كونكتيف تيشو. وفي عنا هير فوليكلز اللي هن البصيلات الشعر. بالنسبة للريتيكولار لاير اللي هي الطبقة الشبكية، دينس الريجولار كونكتيف تيشو يعني نسيج ضام كونكتيف تيشو، ولكنه بيكون كثيف وغير منتظم، عشان هيك سميناها ريتيكولار شبكي. وفيها بعض الجلاندز اللي هن سيبيشس جلاندز والسويت جلاندز. السيبيشس جلاندز اللي هي الغدد الدهنية، او بين قوسين ممكن نقول عنهن اويل، غدد دهنية، والسويت جلاند اللي هي الغدد العرقية. وفيها الريتيكولار فيها سموث ماسل فايبر اللي هي الياف العضلات الملساء. الديرمس اللي هي الأدمة كونكتيف تيشو لاير كومبوزيت اوف كولاجين اند الاستيك فايبر، فايبر بلاست، ماكروفاجز اند فات سيل. شرحناها قبل شوي انه الديرمس هي عبارة عن كونكتيف تيشو نسيج ضام، فيها كولاجين، فيها الاستيك فايبر، فيها فايبر بلاست، فيها ماكروفاجز اند فات سيل، شرحناها كمان قبل شوي. وفيها هير فوليكلز، وفيها جلاند، وفيها نيرفس، وفيها بلاد فيزلز، فيها تقريبا غالب المكونات اللي بيحتاجها الجلد من نهايات عصبية، من أوعية دموية، من غدد، من بصيلات للشعر. وحكينا انه في منطقتين بشكل عام في الديرمس اللي هن بابيلاري ريجيون والريتيكولار ريجيون. هاي رسمة للجلد
هاي البشرة وهاي الأدمة وهي بالأصفر هيك الهايبوديرمس اللي هي ما تحت الأدمة. هاي تقريبا صورة حقيقية للبابيلاري ريجون. منلاحظ هذول النتوءات اللي باللون الأحمر، هذول بنسميهم بابيلاري، يعني مثل حليمات أو نتوءات خلينا نحكي. وباقي ما تبقى من هاي المنطقة اللي باللون الفاتح، هاي المنطقة الشبكية اللي هي ريتيكولار لاير أو دير أوف ديرمس، اللي هي بتكون هاي كونكتيف تيشو، هاي بتكون دينس، بنلاحظ انه متكاثف النسيج الضام. بما ولكن هون بالبابيلاري بيكون لوز كونكتيف تيشو، يعني بيكون رخو، فهاي المنطقة بتكون تقريبا اقسى من هاي المنطقة الريتيكولار، اقسى ومتماسكة اكثر من البابيلاري. ندرس هسا تركيبة كل منطقة شو فيها. حكينا انه البابيلاري بتشكل 20% من الادمة، هيها اللي باللون الاحمر، composed of loose connective tissue and elastic fiber، تتكون من نسيج الضام الرخو، لوز يعني رخو، وإلاستيك فايبر اللي هي الألياف الإلاستيك إلاستيكية. الإلاستيك دائما بيكون مرن، أما الكولاجين بيكون صلب شوية، مش صلب ولكنه أكثر صلابة من الإلاستيك. هون بيحكي إنه fingers like projection called dermal papillary بابيليا، إنه هذول شبههن بالأصابع، أصابع اليد مثلا، projection نتوءات بنسميها dermal بابيليا، هذول كل نتوء بنسميه dermal بابيليا. تمام، شو الفانكشن لهاي المنطقة؟ طبعا بما انها تقع ما بين الديرمس والإبيديرمس، فهي اكيد راح تكون انكورز إبيديرمس تو ديرمس، انه هي بتثبت المنطقتين ببعض، تخليهن يلتصقوا ببعض اللي هي البشرة والأدمة. contain capillaries that feed epidermis، انه بتحتوي هاي المنطقة بتحتوي على الشعيرات الدموية اللي بتغذي الأدمة، فهي الغذاء يعني مصدر الغذاء للأدمة بيكون عن طريق البابيلاري ريجيون بسبب وجود الشعيرات الدموية. وأيضا فيها شغلة هامة اللي هي contains ميزنر كوربوسيلز، اللي هن مستقبلات ميزنر، هاي بنعرفها انه هي مستقبلات لللمس touch، and free nerve ending، ونهايات عصبية حرة كلها موجودة بهاي المنطقة. النهايات العصبية هاي حساسة للألم والحرارة، إذا البابيلاري راح يكون حساسة للألم والحرارة واللمس. اللمس اسمها المستقبلات ميزنر، ونهايات العصبية الحرة بتكون للألم ودرجة الحرارة. أما بالنسبة للريتيكولار ريجيون اللي هي المنطقة اللي هاي منشر عليها، بتكون متماسكة أكثر. Dense irregular connective tissue حكينا عنها انه هي نسيج ضام متكاثف، dense متكاثف، irregular غير نظامي غير منتظم. Contains interlacing collagen and elastic fiber، فيها كولاجين وفيها إلاستيك فيبر أكيد، بس ولكن الطاغي أو السائد راح يكون هو كولاجين. Backed with oil glands, sweat gland, duct, fat and hair follicles، يعني بيحكي لنا إنه هي فيها بتوضع فيها أو يتواجد فيها oil gland اللي هي الغدد الدهنية أو sebaceous gland، في عنا السويت جلاند دكت اللي هي مثل ما نحكي خلينا نقول مسار او انبوب للسويت جلاند للغدد العرقية، دكت يعني انبوب او مسار للغدد العرقية، الغدة العرقية. وفيها فات دهون، فيها هير فوليكلز اللي هي بصيلات الشعر. شو وظيفة هاي المنطقة؟ provide strength، تعطينا القوة،
بما انه هي كولاجين فراح تكون متينه اكثر من البابيلاري، فهي راح تكون تعطينا القوه. والاكستنسيبيليتي اللي هي المرونه، او خلينا نحكي التمدد إلها. هي صح انه مرنه ولكنها مش جامده، صح انها متينه ولكن ليست جامده بسبب وجود الالاستيك فيبر. الالاستيك فيبر مخليها تتمدد، اما القوه راح تكون بسبب وجود الكولاجين. and elasticity to skin، انها تكون مرنه او رخوه مع الجلد، فهي بتجمع ما بين المتانه والسلاسه او المرونه، المتانه والمرونه. stretch marks and are dermal tears from extreme stretching، انه بيحكي لنا هون انه في علامات تمدد. يعني هلا شلون احنا لما نشابك اصابعنا في بعض، جزء خلينا نقول ايد اليساريه راح تكون البابيلاري، فالجزء الايد اليمينيه راح تكون متداخله معها على شكل علامات او تمددات، راح نسميها ديرمال تيرز. هاي هن التمددات، هاي هن على الصوره اكيد بده يكونن ما بين البابيلاري. هذول بنسميهن الديرمال تيرز. اما بروزات او نتوءات او حليمات البابيلاري بنسميهن شو؟ هيهن بابيلاري ديرمس، اخذناهن قبل شوي. ابيديرمال ريدجز فورم ان فيتس، فيتس يعني جنين. از ابيديرمس كونفورمز تو ديرمال بابيليا، يعني بيحكي هون انه النتوءات هاي او البروزات بتتكون من لما يكون جنين، الجلد للجنين، جلد الجنين بتتكون هاي النتوءات، بعدين بتتحول ل بابيلاري وريتيكولار، لمناطق متشابكه مع بعضها. هذا التشابك يعني في البدايه لما يكون جنين الجلد تبعه بيكون بس على شكل نتوءات، هاي النتوءات راح تتحول فيما بعد لشو؟ راح تتحول الى مناطق تشابك ما بين البابيلاري والريتيكولار، فهذا بيعطينا التماسك للديرمس. وشو بيعطينا هذا الشيء؟ النتوءات هاي شو راح تعطينا؟ راح تعطينا شغلتين اللي هن فينجر برينتس، اللي هي بصمات الاصابع. هاي بصمات الاصابع مسؤول عنها التشابك ما بين الريتيكولار والبابيلاري، وراح تعطينا جريب اوف هاند، انكريز جريب اوف هاند. جريب اللي هي خطوط اليد، اذا بنطلع على ايدنا احنا بنلاقي في خطوط كثيره، هاي الخطوط هي اللي بتسببها الريتيكولار ريجيون، منطقه المنطقه الشبكيه او المتشابكه. هذا كله بسبب الابيديرمال ريدجز اللي هن النتوءات او البروزات. الفينجر برينت اللي هي بصمات الاصابع هاي مهمه، والجريب اوف هاند اللي هي خطوط اليد كمان مهمه. هون بيحكي انه الفينجر برينت ار ليفت باي سويت جلاند اوبن اون ريدجز، يعني بيحكي لنا هون انه شلون تتشكل معنا بصمات الاصابع. بيحكي انه اللي المخلفات اللي بتعملها الخلايا، عفوا الغدد العرقيه، لما تفتح على هاي النتوءات بتشكل عندنا بصمه الاصبع. لما تفتح الخليه او الغده العرقيه على هاي النتوءات راح تشكل لنا بصمات الاصابع. نيجي للقسم الثاني من التشابتر اللي هو سكين كلر بيجمنت، اللي هن اصبغه الوان الجلد. لون الجلد بيتحكم فيه ثلاث انواع من الاصبغه بتكون موجوده عندنا، احتمال تكون كلها موجوده، احتمال يكون ناقص صبغه معينه، احتمال يكون صبغتين ناقصات. في عندنا بشكل اساسي ثلاث صبغات اللي هن الميلانين والكاروتين والهيموغلوبين. هذول الصبغات الأساسية بالجلد اللي موجودات. بنبلش بالميلانين، لازم نحفظ كل صبغة وين ميلي بنتجها.
الميلانين produced in epidermis by melanocyte. حكينا قبل انه الميلانوسايت بينتج لنا الميلانين. هون في ملاحظة صغيرة بيقول لك same number of melanocyte in everyone، انه كل انسان عنده نفس العدد من الميلانوسايت، من الخلايا اللي تنتج الميلانين. طب ليش في ناس عندهم ميلانين عالي وفي ناس عندهم ميلانين واطي فبتختلف لون البشرة عندهم؟ هذا بيحكي انه بسبب but differing، ولكن الاختلاف amount of pigment produced، الاختلاف في كمية الصبغة اللي بتنتجها هاي الخلايا. يعني انا عندي مثلا 1000 خلية مثلا على سبيل المثال، فكل انسان رح يكون عنده 1000 خلية. طب ليش مثلا بيختلف لون البشرة بيني وبين غيري؟ الاختلاف رح يكون بناء على الكمية من هاي الأصبغة اللي بتنتجها الخلايا. انا ممكن تنتج عندي بشكل كبير الخلايا، شخص ثاني بشكل اقل والى اخره. Result vary from yellow to tan to black color. نعرف انه الميلانوسايت هو مسؤول عن اللون البشرة الداكن، فهو راح يحول الميلانوسايت من راح يحول لون الجلد من اللون الاصفر في البدايات مثلا to tan، tan يعني الاسمر اللي هو الاسود الخفيف خلينا نحكي، to black color الاسود الداكن او الاسود او اللون الداكن بشكل عام. ميلانوسايت convert تايروسين to ميلانين. التايروسين هذا حمض أميني، هو مسؤول، هذا الحمض الأميني مسؤول عن عن اللون الأسمر خلينا نحكي. هو حمض أميني مسؤول عن اللون الأسمر. من بعد هيك لما يتحول لميلانين، الميلانين راح يزيد من فعاليته لحتى يتحول لبلاك كلر. فالتايروسين هو الحمض الأميني المسؤول عن اللون الأسمر، بيتحول فيما بعد إلى شو؟ إلى ميلانين. هون بيحكي إنه UV in sunlight increases melanin production. ال UV هي اختصار ل ultraviolet visible. ultraviolet visible اللي هو ضوء الشمس المرئي، الضوء اللي إحنا بنشوفه. فضوء الشمس، الضوء المرئي عفوا، في ضوء الشمس هذا بيزيد من إنتاج الميلانين، وهو معروف إنه كثرة التعرض للشمس، لأشعة الشمس، راح يصبغ جلدنا باللون الأسمر أو اللون الداكن. ثاني نوع من الأصبغة اللي هو الكاروتين، هذا بيتم إنتاجه بالديرمس. الميلانين ننتبه إنه بينتج بالإبيديرمس بالبشرة، أما الكاروتين بالديرمس. الصبغة بيكون لونه يلو أورانج، بين اليلو والأورانج. هو على فكرة جاي من الكاروت اللي هو الجزر، فلونه تقريبا جزري بنحكي. كاروتين يلو أورانج، بين اليلو والأورانج. found in stratum corneum and dermis، بيكون موجودة هاي الصبغة بالستراتوم كورنيوم اللي هي أول طبقة من طبقات الإبيديرماس. نرجع عليها، هاي هي ستراتوم كورنيوم، بيكون فيها هاي الصبغة. وبيكون موجودة بالديرماس، ولكن انه هي بشكل اساسي بتكون موجودة بالديرماس بالأدمة. هاي هي الصبغة. واخر شيء الهيموغلوبين، كلنا بنعرف الهيموغلوبين اللي هو موجود بالدم. بيكون لونه ريد. اوكسجين كارينج بيجمنت اللي هو الصبغي اللي الاصبغه اللي بتحمل، مش صبغي عفوا، الاصبغه اللي بتحمل الاكسجين، كارينج يحمل يعني، ان بلاد سيل، في خلايا الدم. خلايا الدم في عندنا الهيموغلوبين هو بيحمل الاكسجين، بيكون لونه احمر، فهو اللي راح يعطينا اللون الاحمر للدم، وهو اللي بينقل لنا الاكسجين. If other pigments are not present, epidermis is transclulent, so pinkness will be evident. هون شو بيحكي لنا؟ بيحكي لنا إنه إذا أحد الأصبغة نحن فقدناها، فرح يتحول لون جلد الإنسان إلى اللون الزهري بسبب رؤيتنا بشكل أساسي رؤيتنا للأوعية الدموية، أو خلينا نحكي للديرمس،
للأدمة، فبتكون مغيبة عننا مثلا الكاروتين إذا غاب، أو غاب مثلا الميلانين، فرح يكون لون جلد الإنسان هيك زهري فاتح أو أبيض شفاف، مو شفاف شفاف بس زهري فاتح بينكنس. بعد هيك ننتقل لموضوع الابندجز اوف سكين اللي هن الزوائد الملحقة بالجلد. ابيديرمال ديرفيتيفز، اخر صباغ عندنا هو الهيموغلوبين. كلنا بنعرف الهيموغلوبين موجود بالدم، بيكون لونه ريد احمر. اوكسجين كارينج بيجمنت ان بلاد سيل، ان هو صباغ بيحمل الاكسجين في خلايا الدم، وهو اللي بيعطي الدم لونه الاحمر. اخر نقطه هون بنحكي if other pigment are not present epidermis is translucent to so pinkness will be evident. هون بيحكي لنا انه اذا اختفى او ما نوجد نوع من نوع من احد الصباغ هذول، راح يكون لون الجلد او لون جسم الانسان، لون جلده راح يكون زهري فاتح او ابيض، هيك بيكون مثل الشفاف، بس لا بيكون لونه تقريبا زهري فاتح اذا اختفى عندنا الهيموغلوبين او كاروتين او الميلانين. بعد هيك نيجي للابندجز، appendages of skin اللي هن الزوائد او الملحقات بالجلد. epidermal derivatives انه هي مشتقات، كلها كل هاي الزوائد اللي راح ندرسها بتكون مشتقة من الابيديرمال، تمام؟ كل هاي اللي راح ندرسها هلا سواء شعر او اويلي جلاند، سويت جلاند، نيلز، كلهم بيكون مشتقات من الابيديرمال. بتكون مغروسة، هاي الزوائد اللي راح نحكي عنها مغروسة ضمن شو؟ ضمن الديرماس، ضمن الأدمة، ولكن هي مشتقة كلها من الابيديرمال. راح ندرس الهير، الشعر تركيبته، اويل جلاند او سيبيشس جلاند اللي هي الغدد الدهنية، سويت جلاند اللي هي الغدد العرقية، واخر شيء النيلز اللي هي الاظافر. بالنسبة للهير اللي هي الشعر، الشعر شو ستراكتشر تبعها؟ في عندنا تقريبا ثلاث اشياء اساسية ضمن الشعر، اللي هي الشافت الفيزيبل اللي هو الجزء اللي احنا بنشوفه سواء ابيض اصفر اشقر احمر، لون الشعر طبعا مش لون، يعني ايش اللي بنشوفه نحن فيزيبل مرئي. وعندنا الروت اللي هو جذر الشعرة، واخر شيء الفوليكل سراوند روت اللي هي البصيلة حول الجذر. بالنسبة للشافت اللي هو الجزء المرئي اللي احنا بنشوفه، بيتكون من ثلاث اجزاء، موديلا وكورتكس وكيوتيكل، سي اس راوند ان سترايت هير، سي اس اوفال ان ويفي هير. بيتكون من موديلا اللي هي اللوب، كورتكس اللي هي القشرة قشرة الشعر، والكيوتيكا هاي الكيوتيكا بيكون غلاف للشعرة، الشعرة تغلف بغلاف قشري او خلينا نحكي غلاف غير مرئي اسمه كيوتيكل، تمام. بعد هيك في عنا الروت اللي هو جذر الشعرة، below the surface ان هو بيكون تحت سطح تحت سطح الشعرة مثلا، بيكون في عنا اللي هو الروت اللي هو جذر الشعرة بنحكي عنه نحن، اللي هو لما الشعرة بتكون بارزة فوق الجلد، هذا بنسميه شافت. هلا اذا شفنا على هاي الرسمة مثلا، هذا الجزء راح يكون الشافت اللي هو نحن بنشوفه، اما الجزء هذا اللي هو بيكون مغروس او تحت سطح الجلد بنسميه الروت. ضمن الروت او حوالي الروت راح يكون في عندنا اشي اسمه البصيلة، بصيلة الشعر اللي هي follicle surround root اللي هي البصيلة حوالي جذر الشعر. جذر الشعر راح يكون مغمور بالجلد، الشافت راح يكون خارجي خارج لبرا بارز، والفوليكل اللي هن راح يكون بصيلة الشعر راح تكون محيطة بالجذر. البصيلة راح تكون مكونة من
ثلاث شيت، او خلينا نحكي ثلاث اوراق او ثلاث صفائح، بنحكي external root sheet و internal root sheet و base of follicle is bulb. راح يتكون البصيلة من عدة طبقات او شيت، خلينا نقول صفائح external و internal، خارجية وداخلية، وفي قاعدة او منطقة قاعدية للبصيلة بنسميها البلب، اللي هو القلب او اللب الشعرة. شو بيكون فيها هاي المنطقة اللي هي البيس؟ بيكون فيها blood vessels و germinal cell layer اللي هي خلايا جينية للشعر. هذا جزء قاعدي من الفوليكلز، من البصيلة. فاذا باختصار، الشعرة بتتكون من ثلاث اجزاء: الشافت والروت والفوليكل. الشافت الجزء المرئي، الروت اللي هو الجزء المغمور من الشعرة ضمن الجلد، والفوليكل اللي هو بيجي تحت او حوالي الروت بنسميه البصيلة. هلا في عندنا بعض الزوائد ايضا اللي هي اللي مرتبطة بالشعر. في اشي اسمه الريكتور بيلي. الريكتور بيلي هي اللي باللون الاحمر. هاي شو مهمتها؟ سموث مصل، هي عبارة عن عضلة ملساء صغيرة جدا، انديرمس في الأدمة، contract with cold or fear، يعني هاي بتنقبض عند البرد والخوف. نعرف احنا الانسان لما يخاف او مثلا يشعر بلسعة برد فبصيبه اشي مثل القشعريرة. القشعريرة هاي المسؤول عنها الريكتور بيلي، هي اللي بتعطينا انتصاب للشعر، تخلي الشعر ينتصب اثناء الخوف او البرد، اللي هي عضلة الريكتور بيلي. هاي مهمة، اسمها الريكتور بيلي، المسؤولة عن انتصاب الشعر. form goose bulb as hair is bald vertically، انه تحكينا انه goose bumps المعنى الحرفي إلها ذيل البطة، تمام؟ ولكن هون شو بقصدوا فيها؟ بقصدوا فيها انه هي لما تنقبض راح تخلينا الشعرة تنتصب عموديا، تمام؟ vertical عمودي، فالشعر راح توقف. كلنا بنلاحظها أثناء القشعريرة أو الخوف بتلاقي الشعر وقف، فالمسؤول عنها هو الريكتور بيلي اللي هي هاي العضلة. في عندنا hair root plexus، هاي اللي هي مسؤولة عن حركة الشعر. نحن الشعر مثلا المسؤول عن حركته راح تكون هي hair root plexus. أعتقد إنه على الرسمة مش موجودة، مش كاتبينها او مش موضحينها، ولكن هي هاي اللي هي اللي بتحدد اتجاه او حركة الشعر. هاي هون بيرجعوا بيحكوا لنا انه الشعر والبصيلات الشعر ديرفيد فروم ابيديرمس اند ديرمس، انه هي بتشتق من الديرمس والابيديرمس. everywhere but palms sole nubble part of genitalia، ما فيها شعر. يعني في عندنا بعض المناطق بجسم الانسان ما راح يكون فيها شعر، مثل البالمز اخذناها بالشابتر الاول اللي هي راحة اليد ما راح يكون فيها شعر، مثل ممكن النبلز اللي هي الحلمات، ممكن بعض اجزاء من القضيب جانتيليا او الفرج، فينا نحكي انه ما راح يكون في موجود عليه شعر. هلا بنحكي عن نمو الشعر، انه كيف بيصير النمو. دورة حياة الشعر راح تكون مقسمة لقسمين، لستيجين، مرحلتين: مرحلة النمو growth stage، ومرحلة الراحة resting stage. فخلينا ناخذ مثال لشعرة واحدة مثلا دورة حياتها كيف راح تكون. في عندنا growth stage last for 2 to 6 years، من سنتين الى 6 سنوات ممكن انها تظل الشعرة تطول او مثلا ظل تنمو. matrix cell at base of hair root producing length، يعني بنرجع لطبقات البشرة، بنلاقي في عندنا البيس، منطقة البيس او الأدمة مثلا،
المنطقة القاعدية منها راح يخرج أو من خلالها بتصير عملية زيادة طول الشعرة، أو هي المسؤولة عن زيادة طول الشعرة. مين هي المسؤولة عنها بشكل خاص؟ اللي هي الماتريكس سيل، خلايا ماتريكس، ماشي. هاي المسؤولة producing length، هي بتعطينا الطول للشعرة. فإذا جانا سؤال بالامتحان مين المسؤول أو مين اللي بيعملنا producing للlength، لطول الشعرة، مين بيطول الشعر مثلا، فهي ماتريكس سيل at base، خلايا ماتريكس بالجزء القاعدي من الشعرة. هاي مرحلة growth stage. بعد هيك بيجي مرحلة الراحة resting last for 3 months، من تقريبا لثلاث أشهر الشعر بيرتاح، بعد هيك بيتساقط. ماتريكس سيل inactive، بعد هاي المرحلة بعد الثلاث أشهر خلص الماتريكس سيل بتصير غير فعالة، خلايا ماتريكس خلص بتكون انتهت دورة حياتها، فما عاد يطول الشعر، بيظل ثلاث شهور تقريبا لحتى بعد هيك انه يسقط. والفوليكلز التروفيز، انه خلص البصيلة او بصلة الشعر بتصير تضمر، بصيبها ضمور خلص، والشعر بتقارب على السقوط، انه خلص انتهت دورة حياتها. Old hair falls out as growth stage begin again. هون بيحكي لنا انه طالما سقطت الشعرة بيرجع بيبدأ طور النمو الجديد، بيبلش growth stage هيك لحتى يوصل resting stage، بتموت الشعرة بترد بيرجع لgrowth stage، وهكذا، وهي دورة مستمرة لحتى انه خلص ما عاد يظل في بصيلات او ما عاد يظل في جذور، فمن هون وهيك خلص بيبطل الانسان انه يطلع مكانها شعر. Normal hair loss is 70 to 100 hairs per day. إنه المعدل الطبيعي لسقوط الشعر، تساقط الشعر، هو من 70 إلى 100 شعرة باليوم. هلأ بنيجي لموضوع glands of skin، اللي هن الغدد اللي بالجلد. بشكل خاص نحكي عنها انه هي اكزوكراين، اكزوكراين لانه هي تنتج المواد الخاصة فيها وبتلقي فيها الى الخارج عن طريق يعني تلقي فيها الخارج، مثل الغدد الدهنية، ممكن تلاقي جسم الانسان دهني مثلا، بتلاقي الافرازات الدهنية على الجلد، ممكن العرق، ممكن الصملاخ اللي موجود بالاذن او الشمع فينا نحكي عنه، ممكن الحليب كمان فيه نعتبره غدة. ففي عندنا أربع أنواع من الغدد. أول إشي sebaceous أو oil glands، sudiferous أو sweat glands، seruminous أو wax glands، والmammary أو milk glands. فهن الغدد الدهنية أول واحدة، والغدد العرقية ثاني واحدة، والغدد الشمعية أو الصملاخ بشكل خاص نحكي عنه، والميموري ميلك جلاند اللي هي الغدد اللي بتنتج الحليب، طبعا بالأثداء هاي بتكون. بالنسبة لسيبيشاس أو أويل جلاندز اللي هي الغدد الدهنية أو الغدد الزيتية، secretory portion in dermis، إنه المفرزات تبعها بتلقي فيها بالأدمة، most open into hair shaft، إنه معظمها بتلقي بمفر أو تفتح قنواتها على الجزء المرئي أو الشافت للشعرة. هاي sebaceous gland، واضح عندنا بالصورة، فدغري مفرزاتها بتروح لوين؟ على الجزء اللي هو الشافت من الشعر، اللي هو الجزء المرئي. راح نحكي هنا عن السيبم وعن الأكني. السيبم اللي هي المفرزات الدهنية، والأكني اللي هو حب الشباب. طبعا هذول كلهن ناتجات عن إفرازات الغدد الدهنية. بالنسبة للسيبم، combination of cholesterol, protein, fats and salt، بيتكون من الكوليسترول والبروتين والدهون والأملاح. keeps hair and skin from soft and pliable،
يعني انه هاي الافرازات هاي بتخلي الجلد والشعر ناعم ومرن بسبب الافرازات الدهنية. inhibits growth of bacteria and fungi بين قوسين ringworm. ringworm طبعا مرض جلدي اللي هو الفطريات اللي بتطلع على الجلد هاي اللي بيمنعها inhibits الافرازات هاي الدهنية تمنع من نمو البكتيريا على جلد الانسان وبتمنع الفطريات من الحدوث فضروري هاي الافرازات تظل بشكل مستمر على الجلد حتى تمنع هاي الاشياء. بالنسبة للأكني اللي هي حب الشباب هو يعني bacterial inflammation of glands اللي هو التهاب بكتيري للغدد. الغدة الدهنية لما يصير فيها التهاب بكتيري بتتحول لحبة شباب. secretions stimulated by hormones at puberty يعني انه هاي الافرازات تتحفز لما عن طريق الهرمونات في سن البلوغ. بعد سن البلوغ بتبلش تظهر حبوب الشباب او الافرازات تبعها بتتحفز في مرحلة البلوغ. بالنسبة للسويت جلاند اللي هي الغدد العرقية في عندنا نوعين من الغدد العرقية الايكرين والابوكرين. الإيكرين بيكون مرتبط بالجلد فإفرازاته راح تكون للجلد تمام. أما بالنسبة للأبوكرين أبوكراين بتكون مرتبطة مع الشعر فإفرازاته راح تكون للشعرة. هاي في عندنا على الرسمة موضحة هاي الأبوكرين سويت جلاند. أبوكرين سويت جلاند إفرازاتها بتروح لوين؟ على الشعرة مباشرة هاي الشعرة. وهاي النوع الثاني اللي هو الإيكرين سويت جلاند بنلاحظ انه افرازاته على الجلد مباشرة. Eccrine sweat glands most areas of skin موجودة باغلب مناطق الجلد. نعرف انه احنا الجلد تقريبا غالبيته بيكون في عليه ممكن يتعرق باي منطقة كانت. فهاي الغدد تفرز في الجلد على سطح الجلد في اي مكان. Secretory portion in dermis with duct to surface انه الافرازات تبعها بتطلع على سطح الجلد عن طريق انابيب duct انابيب هيها كما موضحة ecrine duct موضحة بالصورة على سطح الجلد. regulate body temperature with precipitation اللي هو التعرق انه هو بينظم درجة حرارة الجسم بالتعاون مع مين او عن طريق شو عن طريق عملية التعرق perspiration. النوع الثاني اللي هو ابوكراين sweat glands secretory portion in dermis with duct that open onto hair follicles follicle اللي هي بتحكي لنا انه المفرزات تبعها ضمن الادمة with duct في عندنا انبوب بيوصل او بيفتح على بصيلة الشعر. secretion more viscous انه الافرازات تبع هاي النوع الابوكراين راح تكون more viscous يعني لزجة اكثر من افرازات اللي بتعطينا اللي تطرح على الجلد. بعد هيك بنحكي على سيرمينوس جلاند modified sweat glands produced waxy secretion in air canal انه في عندنا هون الغدد العرقية المعدلة في عندنا غدد عرقية موجودة بالقناة الخارجية بالاذن الخارجية طبعا بتنتج لنا واكسي سيكريشن اللي هو مفرازات شمعية اللي هي الصملاخ. سيرومين كونتين سيكريشن اوف اويل اند واكس جلاند انه السيرمين هذا بيحتوي على دهون وبيحتوي على غدد شمعية. helps form barrier for entrance of foreign bodies انه هو بيساعدنا على انه يكون حاجز بيمنع دخول الاجسام الغريبة او الاجسام الغير مرغوب فيها. impacted semen may reduce hearing انه تراكم او وجود هذا الماء هاي المادة مادة الشمعية وجودها داخل القناة الأذنية ممكن يسبب لنا أو يقلل لنا السمع.
فيجب تنظيفها باستمرار. بعد هيك راح نحكي عن النيلز. نيلز اللي هي الأظافر. تايتلي باكيد كيراتينيزايد سيل، إنه هي عبارة عن خلايا متقرنة محكمة، بتكون موجودة بإحكام. النقطة الثانية، nail body is pink due to underlying capillaries، إنه جسم الظفر إذا بننتبه بيكون لونه تقريبا زهر، لون زهري بسبب وجود الشعيرات الدموية تحت الظفر، فهذا بيعطيها اللون البينك. في عنا جزء اللي هو اللونيولا appears white due the thickened stratum basally in that area. في عندنا منطقة اسمها اللانيولا، هلا بنشوفها على الصورة. اللانيولا بيكون لونها أبيض بسبب إنه نهايتها بيكون في عنا الستراتوم باسيلي اللي هي القاعدة، الطبقة القاعدية بتظهر في هاي المنطقة، وما في عندنا هون شعيرات دموية ظاهرة طبعا. في الكيوتيكل هي ستراتوم كورنيوم، هاي قطعة موجودة في نهاية الظفر على محيطة بالظفر من جهة الخلف، هلا بنشوفها كمان على الرسمة. وفي عنا النيل ماتريكس ديب ان ذا نيل روت، منطقة اسمها النيل ماتريكس بتكون في جذر الظفر طبعا مغمورة ضمن الجلد. هاي المنطقة is the region from which the nail growth occurs. انه من هاي المنطقة ببلش الظفر انه ينمو او انه يكبر مثلا او يطول. growth is 1 millimeter per week، انه بينمو 1 millimeter خلال اسبوع. faster in summer، طبعا بيكون اسرع ضمن فصل الصيف. and one most used on most used hand، في يعني الايد اللي مستخدمها اكثر شيء راح يكون فيه النمو اسرع من اي منطقة اخرى، من القدم مثلا او من الايد الاخرى. يعني اذا كان واحد بيستخدم اليمين ممكن الاظافر اللي بايده اليمين تنمو اسرع من اظافر اللي بايده اليسار. هاي على الصورة موضح لنا. طبعا هون بعيدوا الكلام انه tightly packed keratinized cells، انه هي خلايا متقرنة محكمة. النيل بادي اللي هو جسم الظفر، هيو بيكون لونه تقريبا بينك، وبيقول انه visible portion بينك due the underlying capillaries اللي هي هاي المنطقة. في عنا free edge appears white اللي هي النهاية، نهاية الظفر هون اللي هي طبعا بتصير نمو عندها، فبيكون لونها بالأبيض كونه ما في تحتها شعيرات دموية. في النيل روت اللي هو جذر الظفر بيكون مغمور تحت الجلد. بوند أندر سكين لاير بيكون مغمور داخل الجلد. في عندنا اللانيولا is white due thickened ستراتوم باسيلي، هاي هي اللانيولا كلنا بنشوفها، تختلف مساحتها من شخص لآخر. وفي عندنا الكيوتيكل ستراتوم كورنيوم لاير اللي هي هون تيجي تقريبا فوق اللانيولا، فوق اللانيولا هي عبارة عن جلد متقرن مبين حوالي نهاية الظفر بيكون موجود، هاي الكيوتيكل. بيرجع بيحكي لنا انه النيل ماتريكس بيلو النيل روت بروديوسد جروث، بروديوسز جروث ان هو المسؤول هذا النيل روت اللي هو جذر الظفر. هون في عندنا اللي هي النيل ماتريكس، من هون ببلش الظفر انه ينمو من هاي المنطقه اللي هي النيل ماتريكس. سيلز ترانسفورمد انتو تايتلي باكيد كيراتينيزايد سيل، انه الخلايا بتنتقل باحكام لحتى تنمو هاي المنطقة اللي هي free edge، هاي المنطقة تبلش انه تكبر 1 millimeter per week شرحناها. general function of the skin اللي هي الوظائف العامة للجلد، في عندنا خمس وظائف
أساسية: regulation of body temperature، تنظيم درجة حرارة الجسم، protection as physical barrier، الحماية عن طريق كونه حاجز فيزيائي أو physical، sensory receptor هو مستقبل حسي أكيد، exertion and absorption اللي هو الإطراح والامتصاص، synthesis of vitamin D إنتاج فيتامين D. أول شيء thermoregulation اللي هي تنظيم درجة الحرارة عن طريق عدة أمور أو عدة نقاط. أولها releasing of sweat onto the skin، إنه إطلاق العرق عبر الجلد أو على الجلد. perspiration and its evaporation lower body temperature، إنه التعرق والتبخر للماء مثلا أو للعرق ممكن إنه يخفض درجة حرارة الجسم، فهو بيعمل تنظيم. adjusting flow of blood to the body surface، إنه هو ممكن إنه يضبط انسياب الدم نحو سطح الجلد أو سطح الجسم عن طريق الجلد، إنه in moderate exercise more blood broth to surface helps lower temperature، إنه في الممارسات المعتدلة لما يكون الإنسان في الحالة الطبيعية more blood broth to surface helps lower temperature، إنه المزيد من الدم ممكن إنه نحن يتدفق نحو السطح الخارجي للجسم، يتدفق يعني يوصل قريب من الجلد، وهذا الشيء ممكن يخفض درجة حرارة الجسم. لما الدم يبتعد عن الجسم ويقرب من الجلد راح يخفف من درجة حرارة الجسم. With extreme exercise blood is shunted to muscles and the body temperature raises، انه في الحالات اللي بيكون فيها الجسم بيعمل يعني حالات فينا نحكي عنها التمارين المكثفة، ممكن الحالات الطوارئ او اشي، الدم راح ينزل لحتى يقرب من العضلات، وهذا الشيء راح يرفع من درجة حرارة الجسم لما يكون الجسم بحاجة لدرجة حرارة عالية. shivering and constriction of surface vessels، إن هو راح يتحكم بارتجاف أو بانقباض الأسطح الأوعية الدموية، هذا الشيء راح يزيد من درجة حرارة الجسم، درجة حرارة الجسم الداخلية، فلما يتحكم هو بجدار الأوعية الدموية ممكن هو يتحكم بدرجة حرارة الحرارة الداخلية لجسم الإنسان، ممكن يرفعها إذا صار في عندنا انقباض. بعد هيك في عندنا البروتكشن هي الحماية، physical, chemical and biological barrier، إن هو حاجز بيولوجي وكيميائي وفيزيائي. tight cell junction prevent bacterial invasion، إنه التوصيلات أو شو معناها هاي tight، لازم نوقف هون. بعد هيك عندنا البروتكشن اللي هي الحماية، physical, chemical and biological barrier اللي هو حاجز كيميائي وفيزيائي وبيولوجي، tight cell junction prevent bacterial invasion اللي هو الارتباطات أو الروابط الضيقة الموجودة ما بين الخلايا، هاي راح تمنع من وصول أو وصول البكتيريا إلها، lipids released retreat evaporation إنه الدهون المنطلقة بتزيد من التبخر، طبعا الدهون اللي بتنفرز على الجلد. pigment protects somewhat against UV light، إنه الأصبغة اللي موجودة في الجلد ممكن تعمل لنا حماية من الضوء الشمس، ممكن أحيانا يكون ضار فهي تعمل لنا حماية للأصبغة الموجودة بالجلد. لانجرهانس سيل alert immune system، إنه الخلايا لانجرهانس الموجودة راح تنبهنا الجهاز المناعي عند حدوث أي خطر أو إشي. cutaneous sensation اللي هي ثالث خاصية أو ثالث function أو وظيفة للجلد، إن هو مركز الإحساسات خلينا نحكي أو وصول الإحساسات. touch temperature pressure vibration
tickling and some pain sensation arise from the skin. إنه في عندنا الإحساسات، إحساسات اللمس، الحرارة، الضغط، الاهتزازات، وبعض الآلام. هاي كلها بتكون المراكز الأولى لاستقبالها بتكون أو بتصل للجهاز العصبي من الجلد، فهو الجلد المركز الأساسي أو المكان الأول لوصول هذه الإحساسات إلى المركز أو الجهاز العصبي المركزي. خاصية الإكسيرشن and absorption اللي هي الامتصاص والإطراح. Only a minor role is played by the skin. إنه هو بشكل عام بيلعب الدور ثانوي، الدور الأساسي طبعا للجهاز البولي كإكسيرشن. أما الجلد بيلعب دور ثانوي، كون الكمية اللي بيطرحها راح تكون كمية أقل من الكمية اللي بيطرحها الجهاز البولي. 400 ml of water evaporate from it daily. إنه في 400 ml من الماء يتم تبخره عن طريق الجلد يوميا. Small amount salt, CO2, ammonia and urea are exerted. إنه في عندنا كمية قليلة من الأملاح والCO2 والأمونيا واليوريا يتم طرحها عن طريق الجلد. Lipid soluble substance can be absorbed through the skin. إنه بعض الدهون الذائبة، المواد الدهنية الذائبة، راح يمتصها الجسم عن طريق الجلد. مثل عندنا الفيتامينز A, D, E and K والأكسجين and CO2، هذول كلهم ممكن يمتصن الجلد. الأسيتون and dry cleaning fluid، الأسيتون نعرفه، والdry cleaning fluid سوائل التنظيف، ممكن الليد، ممكن الميركوري الزئبق، ممكن الرصاص، الأرسينيك، البويزن and بويزن AV and أوك اللي هي الزرنيخ، الأرسينيك، وبعض السموم، السموم الموجودة باللبلاب، الإيفي اللبلاب and الأوك اللي هو البلوط، ممكن هاي كمان تدخل أو يمتصها الجلد. آخر function عنا بالنسبة للجلد هو synthesis of vitamin D. Sunlight activate a precursor to vitamin D. إنه هو راح يكون ممهد لضوء الشمس، هو اللي راح يمهد لنا إنتاج فيتامين دال. آخر function للسكين اللي هو synthesis of vitamin D. Sunlight activates of precursor to vitamin D. اللي هو بيحكي لنا إنه ضوء الشمس هو الممهد أو الأساسي لإنتاج فيتامين دال. Enzyme in liver and kidneys transform that molecule into calcitriol. Calcitriol most activated from vitamin D. في عنا بعض الأنظمات اللي موجودة في الكبد والكلى، هاي بتنشط أو تعمل على بتحول هذا الجزيء، هاي الجزيئات، إلى كالسيتريول. هذا الشكل بيكون أكثر نشاطا من فيتامين دال. هاي الأنظمات بتكون موجودة في الكبد والكلية. Necessary vitamin for absorption of calcium from food in the gastrointestinal tract. بيحكي إنه هاي الفيتامين ضروري لامتصاص الكالسيوم من الطعام الموجود في الجهاز الهضمي. تمام. هلا بنيجي للقسم الأخير أو قبل الأخير عفوا، اللي هو homeostatic imbalance اللي هو حالة الخلل أو عدم التوازن. Skin cancer اللي هو سرطان الجلد، في عندنا ثلاث أنواع منه: basal cell carcinoma وsquamous cell carcinoma وميلانوما. أول نوع من أنواع السرطان بيصيب المنطقة القاعدية أو الخلايا القاعدية للجلد.
النوع الثاني بصيب الطبقة الحرشوفية أو الخلايا الحرشوفية للجلد، وآخر شيء سرطان الميلانين بصيب صباغ الميلانين الموجود بالجسم. هاي أشكاله بالصور الموضحة، طبعا الصور مش للحفظ أو الأسماء هاي ليست للحفظ. النوع الثاني من الهيميوستاتيك امبولانس اللي هو البيرنز الحروق، بروبلم اسوسييت وذ بيرنز، ما هي المشاكل اللي بتحدث مع الحروق. لوس اوف بودي فلويد، ريول اوف لاين، رول اوف لاين اللي هو خسارة في سوائل الجسم، طبعا بعض الحروق بتسبب لنا خسارة في السوائل الموجودة في الجسم بشكل عام. القاعدة رقم 9 بتحكي انه 9 اماكن لتوزع الفلويد في الجسم موضحة بالصور، هاي هي المناطق. وانفكشن اللي هو التشوهات. كلاسيفيكيشن تصنيفات الحروق، في عندنا حروق من الدرجة الأولى والدرجة الثانية والدرجة الثالثة. الدرجة الأولى بتصيب الإبيديرمس اللي هي البشرة، الدرجة الثانية بتصيب الإبيديرمس والطبقة العلوية من الديرمس بتصيب البشرة والطبقة العلوية من الأدمة، والدرجة الثالثة بتكون بتصيب الجلد بعمق أو بتكون بتصيب مناطق ثخينة من الجسم من الجلد، وبهاي الحالة نيد سكين جرافت اللي بتحتاج إلى تطعيم الجلد، بيكون جلد واصل لدرجات عميقة أو لطبقات عميقة فبنحتاج هون لتطعيم. آخر شيء developmental aspect اللي هي جوانب التطور، كيف تتكون عندنا السكين. الإبيديرمس مشتقة من الإكتودريم، هاي في عندنا بنعرف احنا الجنين أول ما يتكون في بداياته بيكون مؤلف من 3 صفيحات اللي هي الإكتوديرم والهايبوديرم والميزوديرم، هاي هن، هاي الطبقة اللي بالأصفر أو الصفيحة اللي هي الإندوديرم، تمام. في عندنا الميزوديرم اللي هي هاي، وفي عندنا الإكتوديرم اللي تكون في الخارج محيطة فيهم كلياتهم. فالإندوديرم أو الإكتوديرم عفوا اللي هي الخارجية أكيد راح تشكل لنا البشرة اللي هي الإبيديرمس. الهايبوديرم أو عكينا دنعي. طبعا بالحالة هاي بيكون الحرق واصل لطبقات عميقة من الجلد فبنحتاج إلى تطعيم للجلد. آخر شيء developmental aspect اللي هي جوانب التطور للجلد، عندنا الإبيديرمس اللي هي البشرة تتكون من صفيحة اسمها إكتوديرم، والديرمس والهايبوديرمس اللي هي الأدمة وما تحت الأدمة بيتكونوا من صفيحة اسمها الميزوديرم. طبعا نحن بنعرف الجنين في بداية تشكلاته بيكون مكون من 3 صفيحات اللي هي إكتوديرم وإندوديرم وميزوديرم. إكتوديرم اللي هي الخارجية والميزوديرم الوسطى، وفي عنا الإندوديرم اللي هي الداخلية. فعندنا البشرة راح تتكون من الطبقة الخارجية، والأدمة وما تحت الأدمة راح تتكون من الطبقة الوسطى. Developed completely by the fourth month، إنه التطور بيكتمل عندنا في الشهر الرابع، حتى يصل الجنين إلى الشهر الرابع بيكون اكتمل عندنا الجلد تبعه skin. Vernix casiosa اللي هي اسم طبقة cover the body of newborn baby produced by sebaceous gland، هاي طبقة بتغطي جسم أو جسم الجنين الطفل أول ما يولد، فهي بتنتج لنا sebaceous gland اللي هي غدد الدهنية. بعد هيك عندنا adolescence اللي هو مرحلة المراهقة، في مرحلة البلوغ أو المراهقة sebaceous gland are activated acne، إنه بهاي المرحلة بتكون الغدد الدهنية بتنشط في إنتاج حب الشباب أكني. من مرحلة 20 إلى 30، من سن 20 إلى 30
Optimal appearance بيكون عندنا المظهر الأمثل للجلد. طبعا احنا هيك بنكون بعد هيك بنحكي بدنا نحكي عن old age في مرحلة الكهولة. طبعا احنا هيك بنكون جزأنا مراحل تطور الجلد من الجنين بالنسبة للصفيحات اللي بتكون منها الجنين. بعد هيك نيو بورن اللي هو الطفل المولود حديثا كيف بتكون شكل الجلد عنده او شو هي الطبقة اللي بتغطيه. بعد هيك بنحكي عن مرحلة المراهقة او مرحلة البلوغ. بعد هيك من 20 الى 30 سنة. واخر شيء راح نحكي عن مرحلة الكهولة الاولد ايج. طبعا بهاي المرحلة بتصير عدة اشياء من بينها سكين ثينز اللي هي انه بخف فعالية الجلد او بتخف مرونته. جلاندز بالنسبة للغدد less active dry and itchy. بالنسبة للغدد بتصير فعاليتها قليلة او نشاطها قليل. دراي جافة and itchy بصير في عندنا حكة. fiberless and clump wrinkless بصير عندنا بالنسبة للألياف بتكون ضعيفة او قليلة. وبصير عندنا تجاعيد wrinkless تجاعيد. subcutaneous fat اللي هي الدهود ما تحت الجلد بتكون قليلة فهذا بيعطينا حساسية مفرطة للبرد intolerance of cold حساسية مفرطة بالنسبة للبرد. طبعا غياب الدهون بيخلينا حساسين جدا للبرد. ميلانوسايت and Langerhans less بتقل خلايا Langerhans وخلايا الميلانوسايت مما يعرضنا للخطر الإصابة بالسرطان risk of cancer. وآخر شيء hair loss اللي هو تساقط الشعر. هيك بنكون خلصنا الشابتر. يعطيكم العافية.